رحب أعضاء البرلمانات ورؤساء الاتحادات بدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية بترشيح النائبة الدكتورة جميلة السماك ممثل المجموعتين الخليجية والعربية لشغل مقعد عضوية اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي. جاء ذلك على هامش اللقاء التنسيقي لوفود برلمانات دول الخليج العربية في أعمال الدورة 32 بعد 100 لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في هانوي بفيتنام، والذي شارك فيه وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب. وجاءت الموافقة من قبل ممثلي اتحاد البرلمانات العربية بالإجماع لاختيار ممثل مملكة البحرين عضو مجلس النواب الدكتورة جميلة السماك ممثلا عن الاتحاد الخليجي، والدفع باسمها على مستوى الاتحاد البرلماني العربي أيضا لعضوية اللجنة الدائمة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي، وذلك لما لمملكة البحرين من دور محوري وتأثير وثقل دولي على مختلف الأصعدة، خاصة المستوى النيابي والتشريعي وحقوق الإنسان، حيث أثبتت خلال العقد الماضي موقعها الاستراتيجي الهام ومنافستها الإيجابية لمختلف دول الجوار على مختلف الأصعدة والمستويات. بداية أبارك لمملكة البحرين فوز الدكتورة جميلة السماك رئيس لجنة المرأة والطفل بالبرلمان البحريني بعضوية اللجنة الثالثة الدائمة للاتحاد البرلماني الدولي ممثلة على المجموعة العربية، ونبارك كذلك وجود أيضا سعادة العضو الأستاذة سوسن تقوي في اللجنة الأولى المعنية بالأمن والسلم الدوليين. قدرت أن أشيد بذلك وأن أشير كذلك بأن مملكة البحرين تتبوأ منصبين هامين في لجنتين من اللجان الخمسة الرئيسية، وهي بذلك تعد من الدول القليلة جدا التي تتبوأ مقعدين في لجنتين أساسيتين، وذلك طبعا يدل على أن تجربة البحرين وإن كانت حديثة في هذا المجال في هذا الاتحاد الذي أسس عام 1889 لأنها باتت اليوم من الدول الأكثر تأثيرا. طبعا يسعدني جدا فوز البحرين بهذا المقعد، أبارك للبحرين بشكل عام حكومة وشعبا الحصول على هذا المقعد، والذي يمثل فوز البحرين على جميع في هذا المقعد على جميع الدول الخليجية والعربية في اتحاد دولي، وبالتالي هذا يدل على مكانة البحرين.